للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مساء الخير. أهلا وسهلا. بداية يعني كيف ترى الرأي؟ هل الآن السلطة الفلسطينية لديها الأدوات المناسبة لإعادة الإعمار والتخطي كل ما يحدث من كوارث إنسانية في غزة والتي تتفاقم يوما بعد يوم؟ في الواقع نحن نريد أن نظل تركيزنا الآن منصبا على الهدف الأول والأساس والأولوية الأولى، وهي ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد ذلك هناك أمور كثيرة في المتناول، بما في ذلك قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بواجباتها كاملة تجاه قطاع غزة، مع العلم أنها تقوم ببعض هذه الواجبات في حدود الممكن وفي حدود ما سمحت به الظروف طوال كل الفترة الماضية. ولكن أولا يجب أن يتوقف العدوان، يجب أن نضمن خروج إسرائيل تماما من قطاع غزة، والجهة الوحيدة التي من حقها أن تقرر في شأن قطاع غزة وفي كل الشأن الفلسطيني هي القيادة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذراعها الإداري والعملي والتنفيذي هو السلطة الوطنية الفلسطينية. لا أحد له شرعية إدارة الشأن الفلسطيني خارج إطار منظمة التحرير، وبعيدا عن برنامج منظمة التحرير، وبعيدا عن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. كيف ندير شؤوننا؟ هذا أمر يرجع إليه. نحن نمتلك القدرة، وأثبتنا طوال كل المراحل أننا قادرون على إدارة شؤوننا بالشكل الصحيح، بالشكل الذي يناسبنا. ليس بالضرورة أن ندير الأمور بالشكل الذي يناسب إسرائيل ولا بالشكل الذي يناسب أي طرف آخر. نحن ندير أمورنا بالشكل الذي يناسبنا والذي يحقق مصالحنا الوطنية ويحقق مصلحة شعبنا الفلسطيني ومصلحة قضيتنا الوطنية. طيب دكتور محمود، يعني في ظل التحديات والعراقيل التي تضعها إسرائيل فيما يخص التمويل وأموال الضرائب وغيرها، يعني دائما هناك يعني التمويل هو أساس من أساسيات الهامة لتحقيق الاقتصاد وتحقيق الانتعاش واستعادة الأمور إلى ما كانت عليه، يعني كيف ستتخطون هذه العقبة أيضا؟ إسرائيل تعمل على تدمير الكيانية الفلسطينية. إسرائيل تنظر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها رمز من رموز الكيانية الفلسطينية، هي تريد أن تجهض حلم الدولة الفلسطينية وفكرة الدولة الفلسطينية. السلطة كانت خطوة على طريق الدولة. كيف نحول السلطة إلى دولة؟ كيف نحول ما نشأ عن اتفاق أوسلو إلى دولة ذات سيادة تحقق المشروع الوطني الفلسطيني وتحقق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني؟ هذا كان مشروعنا ولا يزال مشروعنا. إسرائيل في المقابل بذات هذه الحكومة اليمينية تريد تدمير هذه الفكرة. دمرت اتفاقات أوسلو، دمرت كل الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير، أدارت ظهرها للشرعية الدولية، أدارت ظهرها للقانون الدولي، والآن تفرض حصارا ماليا خانقا وقاتلا على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، تصادر أموال الضرائب الفلسطينية التي هي ليست من حقها. ونحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بالمناسبة في هذا الموضوع لاستعادة أموالنا. لكن نحن ندرك أنه هذا الأمر ربما لا يتحقق بين عشية وضحاها، وندرك تماما أيضا أن إسرائيل لا تريد للقيادة الفلسطينية أن تنجح، وتريد تدمير السلطة الفلسطينية من أجل تدمير فكرة الدولة وتدمير مشروع الدولة الفلسطينية. لكن هل سنسلم بهذا الأمر؟ هل سنرفع أيدينا ونرفع الراية البيضاء؟ هذا لن يكون. سنستمر في النضال. احنا تعودنا على مدى أكثر من 100 عام منذ وعد بلفور إلى الآن، ونحن نناضل وسنظل نناضل. ربما دالت لهم الأيام شيئا ما، لكن في النهاية صاحب الحق
المتمسك بحقه سينتصر في النهاية. طب دكتور محمود، يعني حضرتك تتحدث عن أنه سيكون هناك إجراء قانوني لأنه من حق السلطة الفلسطينية هذه الأموال، وتأخيرها من قبل إسرائيل ليس قانوني، ولكن يعني كما تعلم ونعلم من خلال الفترة السابقة هناك إجراءات قانونية يعني بحق إسرائيل تمت واتخذت ولم يتم التنفيذ منها أي شيء. هل إسرائيل ستنصاع لقرار يعني خاص بالداخل الفلسطيني، وخاصة أنها لم تنصاع لقرارات دولية ما يتعلق بالجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها؟ يعني كيف تتلقى الخطوط أو هذه الطرق للوصول إلى معطى حقيقي يعني نشعر به أو يشعر به الفلسطينيون؟ نحن ندرك هذه الحقيقة، ندرك هذا الأمر جيدا، ونعرف أن إسرائيل تحاول التملص والتفلت من القانون الدولي، وترى تحظى برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا. ولكن ماذا يمكن أن نفعل؟ خلاص يعني نرفع الراية البيضاء ونقول ليس بالإمكان أبدع مما كان؟ سنستمر في النضال، سنستمر في الطرق على جدران الخزان الإنساني الدولي. وليس صحيحا أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية، والدليل على ذلك أنه مجرد أنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما أخذ أو أعلن عن توجيه طلب للمحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجلن، قامت الدنيا ولم تقعد. معنى ذلك أن بإمكان القانون الدولي أن يفعل شيئا، بإمكان المؤسسات الدولية أن تفعل شيئا، لكن مطلوب مزيد من المثابرة، مواصلة الجهد، ومطلوب إسناد عربي وإسلامي ودولي حقيقي للموقف الفلسطيني. شاهدنا كيف أن تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أزعج إسرائيل وأقض مضاجعها ومضاجع الولايات المتحدة، بمعنى أنه التحرك القانوني والدبلوماسي حتى لو تأخر ثماره ستأتي يوما ما، وستتحقق الأهداف بمزيد من المثابرة، بمزيد من الجهد، وبالإصرار على تحقيق الآمال وتحقيق التطلعات، وبالإصرار على تطبيق القانون الدولي. العالم لن يعود إلى الوراء، والتاريخ لن يعود إلى الوراء، وفلسطين التي أرادوا لها أن تغيب من الذاكرة الإنسانية ها هي الآن تعيد اكتشاف نفسها في إطار إنساني واسع، وتثبت أنها قادرة على تخطي كل العقبات بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، شكرا جزيلا.